حدثني محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي: أنبأنا شعبة عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل، قالت: لست كذاك. قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم فقالت واي عذاب اشد من العمى وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم